مرحبا بكل متابعي منصتي أورينت وأورينت بلس. رح كون معكم أنا اليوم بحلقة جديدة من فولو أب، نشوف أهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا. مع تجاوز قيمة الدولار عتبت 7000 ليرة لبنانية، وما زاد الوضع الاقتصادي سوءاً، تراجعت معه القدرة الشرائية على المنتجات الأساسية في البلاد، قبل ما يعلن الموزعين وقف تسليم الخبز لأصحاب المحلات التجارية، مما دفع الناس للتوجه إلى الأفران والانتظار لطوابير لساعات طويلة للحصول على ربطة خبز. هالطوابير اللي صارت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالساعات الأخيرة، انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو القادمة من أمام الأفران اللبنانية اللي بتظهر انتظار أعداد كبيرة من الناس لساعات للحصول على ربطة خبز. خلونا بداية نشوف واحد من الفيديوهات المتداولة وبعدها منتابع حديثنا. أنا على أفران شمسين بخلدي، شوفوا الزل كيف بلش، وهلأ بعدنا بأول الأزمة واقفين لحتى نجيب خبز. الفالي باركينج عم بنسق للناس حتى تصوف. هيدا شاب حد يعبر على طريقته عن فرحته بالنطرة على الخبز، وهيدا برا الصف. هذا الصف برا، خلص. بعد انتشار مقطع الفيديو اللي كنا عم نشوفه، العديد من التعليقات الغاضبة وردت على منصات التواصل عن الوضع اللي عم بتعيشه البلاد. خلونا نستعرض أهم هالتعليقات، بداية من كريستيل كرم. كريستيل اللي قالت المضحك المبكي إنه بنفس البلد بنفس الوقت ناس واقفة بالصف لأنه الـ LV عم يحسب الدولار 3000 ليرة لبنانية. الـ LV يعني الحكومة اللبنانية، وناس عم تنزل بالصف قدام الأفران لتجيب ربطة خبز وتطعمي ولادها. هاشتاج لبنان ينهار وهو متصدر منصات التواصل، وأيضا أضافت هاشتاج شعب ريتش. تعليق آخر أيضا كان من هنا، هنا حمزة اللي قالت علبتين مربى مقابل علبة حليب، مقايدة بين اللبنانيين. هاي الأيام لعن الله الطبقة الحاكمة الفاسدة اللي أوصلت شعب هذا البلد لهذا الدرك. أيضا كمان تعليق آخر من روجر يلي قال يعيب الشوم على هيك عهد فاشل وأناني ومتسلط، ومجلس نواب أزعر من الكبير لأصغر نائب لحكومة تنظير ومستشارين وموظفين عند زعماء المافيا. أيضا رح نبقى من لبنان. بعد الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم بتعيش البلاد، ومثل ما تابعنا طوابير الانتظار على الخبز، فما بالكم باللحمة والمواد الأكثر غلاءً. كيف تحولت، أو أكيد تحولت، وجبة اللحم لوجبة غير متوفرة عند الأكثرية من اللبنانيين نظراً للوضع الحالي؟ وحتى من توفرت لديه أصبح مطالب بعدم التصوير والنشر على منصات التواصل مراعاة لأبناء بلده اللي عم بيعيشوا أوضاع صعبة كتير. المغني اللبناني زين العمر، زين، نشر تغريدة على حسابه على تويتر انتقد فيها مجموعة من الأشخاص كانوا قاعدين عم يشوا لحمة ومبسوطين بإحدى الحدايا، وعلّى وقال ثلاث أرباع لبنان ما معه يأكل وإنت حضرتك نازل صور وعم تشوي. كمان أيضا في تتمة لهذه التغريدة. ولكن زين العمر بعد ما نشر الصورة تفاجأ بوجود جبران باسيل، شفتوه المحطوط عليه باللون الأبيض. جبران باسيل هو صهره لميشيل عون، ضمن قائمة الأشخاص اللي وصفهم بالحيوانات وشتمهم أيضا بالتغريدة السابقة. ويبدو أنه خوفه من نشر تغريدة، خوفه من هالشي نشر تغريدة اعتذارا على الشيء اللي قاله على الفور. مو بس هيك، حذف التغريدة كمان الأولى، وكمان مو بس هيك، استنوا شوي لحالكم، هو كمان هرب من تويتر لأنه سكر حسابه وقام بحذف حسابه بالكامل، إلا أنه كان هناك من يتربص به والتقط صورة وسكرين شوت للتغريدات ونشرها على هاشتاج على تويتر مع هاشتاج كلنا زين العمر. وعلق العديد من اللبنانيين ساخين على منشورات زين العمر والطريقة اللي هرب فيها بتويتر، وصفوه بالجمال. خلونا نشوف لبان شو قال له. قال له لبان هو قرر يعتزل الغرام قبل حلول الانتقام. خالد أسعد أيضا غرد على تويتر
تعقيبا على الصورة المنتشرة، وقال هذا الوضع اللي بيسموه جلد الذات، بجلد ذاتي ولا يجلدني عوني. تعليق آخر، كارلوس اللي قال هيدا إذا سمع فرقيع بيهرب، إذا كتب شي على تويتر غلط بنظره بيهرب. هلأ عرفت ليش دين العمر بيحب ميشيل عون اللي هريبة تلتين المراجل. تعليق آخر، وكان أيضا تغريدة من أحمد زين الدين اللي قال بالتأكيد بيعتذر مدام غلط بحق الشعب أو بحق الشخص عفوا اللي بيعبده، ما بيكفي الاعتذار، لازم يدفع كفارة كمان. أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية الفنان السوري سمير أكتع بعنوان كان يبحث عن ضنا، كلمات ظافر الصدفة، وتحاكي هذه الأغنية حال الرجل الذي توفي إثر نوبة قلبية في محافظة إدلب أثناء بحثه عن صورة ابنه المعتقل في سجون الأسد بين صور قيصر. لتحقق هالأغنية انتشار واسع جدا في الساعات الماضية. خلونا نسمع جزء منها. كان يبحث عن ضنا راجيا ألا يرى، ساعيا أن يطمئن أن يخفف من عيا. كان يبحث عن ضنا راجيا ألا يرى، ساعيا أن يطمئن أن يخفف من عيا. في وجوه جففت فيها الشفاء عن سجين كان نجما كم تغذى من رؤى. كان يبحث في وجوه جففت فيها الشفاء عن سجين كان نجما كم تغذى من رؤى. راح يبحث ثم يبحث هاربا من مبتغى، بعد جهد صاح ابني ساد صمت هل رأى أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من مظاهرة خرجت ليلة الأمس في مدينة طفص في محافظة درعا، وطلب من خلالها المتظاهرين بإسقاط نظام ورحيل بشار الأسد. خلونا نشوف جزء منها. إلى موضوع آخر جديد أيضا أشعل منصات التواصل العربية وتحديدا في تونس، اسمعوا هالقصة. تداول رواد مواقع التواصل في تونس مجموعة أو مقطع فيديو لمجموعة من النساء مجتمعين بحفل صاخب لهون أوكي، حضرت فيه اللي بدها ترقص واللي بدها تغني، ولكن المفاجأة كانت أن هذا الحفل عادة الحفل بيكون في يعني صالات أفراح أو في بعض المحلات، ولكن هذا الحفل كان مختلف عن غيره، كان في مقبرة.
مقبرة مثل ما سمعتوا. كما يوضح الفيديو وهو ما أثار موجة غضب كبيرة على منصات التواصل لإقامة هكذا حفل في مقبرة، وخصوصا مع الصور اللي بتوضح جلوس إحدى النسوة على قبر أثناء غناء ورقص الأخريات. يتحول هالفيديو لترند أول في تونس وسط مطالبات بمعرفة الأشخاص المجتمعين والتحقيق معهم ومعاقبتهم. خلونا نتابع بداية الفيديو الصادم ومن بعدها منشوف كيف علق عليه التونسيين. شو رأيكم بالأخبار اللي منجيبها؟ أول يعني الفيديو صادم صراحة، حفل بمقبرة هذا الشيء ما بيتحمله العقل. كيف علق التونسيين على الموضوع؟ خلينا نبدأ مع فراج. فراج اللي قالت بجاه ربي قولوا لي لين تشوف في صحيح ولا نحلم، أنا مش مصدقة القبور ولا كراسي وتغني وترقص أكب سعد هندبهم عليك يا تونس. يعني هي بالمجمل عم تقول انا صراحه مالي مصدقه الشيء اللي عم تشوفه عيني، انا عم بحلم ولا شو؟ في كراسي وناس عم تغني وترقص ومبسوطين. طيب خلينا نشوف ناديه. ناديه اللي علقت وقالت، قالت انا والله دخت مانيش مصدقه، لا والله هالبلاد ما عاد يتعاش فيها، شنو هذا يا لطيف، يا ربي لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اخر ايضا كان من باسط بوزيد اللي قال خليك مع المقعمزه على القبر، يعني هي قاعده على القبر او مثل ما بنقول نحن يعني قاعده بطريقه شوي لتحت، بكل ثقه سبحان الله راهو اكنك مقعمزه على الشخص وهو حي، كان قاعده على شخص وهو يعني قاعد حي ولا على مكان عادي، وخلاص ضاقت عليهم دنيا ملوش الا المقبره، بيشي صد عروس الناس الميته بصوت النشاص. انا معك صراحه يا باسط، الناس رايحه ترتاح منا رايحه يجعر راسها، هي هربانه من مشاكل بالدنيا. أسماء اللي قالت تفرجت على الفيديو 3 مرات على أمل نلقاه مركب، حتى من تلفون قلبته يعني قلبته لحتى تقول يا ترى هذا شو حقيقي ولا مركب، أحليلي ملا بلاد حتى الميت ما يرتاح في قبره. انتقالاً إلى الكويت، أيضاً أثار مقطع فيديو نشرته المحامية الكويتية دلال مسلم على حسابها على تويتر جدل واسع في الكويت بعد حديث المحامية عن لباس البحر بالنسبة للرجال والنساء في الكويت تحديداً، قولها لماذا يعتبر أو يعتبر لبس المايو بالنسبة للرجل أمر عادي ولا يحق للسيدة أن ترتدي المايو أو ملابس السباحة على البحر في الكويت. خلينا نتابع الفيديو ونشوف كيف علق رواد مواقع التواصل عليها. واحنا عندنا شرط ممنوع بالنسبة لأداء المعاملات الحكومية انك ما تدخل جهة حكومية او وزارة لباسك الشوك، لانه يعتبر يعني من الذوق العام غير مسموح فيه انك تأدي معاملاتك الحكومية وانت لابس شورت. انزين من الذوق العام ان انا اشوف مثلا رجل لابس سبيدوز ولا لابس سليب ولا لابس مايو للبحر، وهو من الذوق العام يعني بالنسبة لك ان انا اشوفه على البحر، وليس من الذوق العام ان تلبس بنية بكيني على البحر. ليش هالتناقض؟ يعني ليش يبون يطبقونه بس على الفتيات وعلى لبس البكيني؟ البكيني اذا انت تنظر له بشهوانية، تنظر له مثلا هذا يأثر او يحرك غرائزك الشهوانية، انت المفروض يقبض عليك لان انت خطر على المجتمع. اذا انت كل بنية تنظر لها بهذه النظرة الشهوانية، انت الخلل فيك انت وليس في الفتاة. اللبس ليس مبرر ابدا بان انت تنتهك حقي واماني الجسدي او تنتهك اي شيء، يعني مجرد ما تنتهك اي شيء فيني انا اسويه مجرد ان لبسك ما لبسي ما عجبك، يعني هذا ليس مبرر ابدا، هذا مبرر لعقليتك المتخلفه
ولعقليتك التي تبيح لك عقليتك إجرامية، هذا فيك نزعة إجرامية يعني، هذا مالك يعني. أنت ما يعني شفت بنية، سواء بنية لابست لك بكيني ولا بنية لابست لك عباية، أنت هذه النظرة فيك من داخل، نظرة أنك أنت تتحرش تحرش، نظرة أن أنت ما يعجبك. أنت المفروض، أنت خطر على المجتمع، أنت المفروض تنسجن، مو البنت اللي مارست حقها الطبيعي في أنها تلبس بكيني على البحر وتتسبح. لباس البكيني في البحر صراحة كلامه فيه حول هذا الكلام اللي عم تقوله الكثير من الجدل المتداول إلى يومنا هذا حول موضوع لبس الفتاة ونظرة الرجل لها وموضوع التحرش وإلى آخره. نحن ما عفوت بهذا الموضوع، برنامج فولو أب يتناول المواضيع المتداولة على منصات التواصل وليست المواضيع الاجتماعية اللي نروح نحل بينها. خلينا باللي نحن فيه، كيف على رواد مواقع التواصل على هالموضوع وكيف لقوا وجهة نظرة؟ في ناس انتقدت، في ناس وافقت على الموضوع، خلينا نشوف مع بعض. وسام يلي قال كلامه مثل اللي عم بيقول الثاني روح اسرق بس لا تقول عني حرامي. أما تعليق آخر فكان من عز الدين، عز الدين قال أنا بشوف حديثة منطقي، افعل ما عليك واترك لغيرك حرية، حرية يختار ما يريده. أما تعليق آخر فكان أيضا من سياسي كويتي قال دلال مسلم هي منبوذة اجتماعيا وتسعى للشهرة من خلال قضية البكيني، ويكفي سقوطها أخلاقيا لأنها تؤيد المثلية الجنسية وحرية المرأة المتزوجة في اختيار عشيقة. أما تعليق آخر فكان أيضا من ماري اللي قالت يمكن أخطأت بتوصيل الفكرة، لكن العبرة أن المخلوقة عم بتطالب بالمساواة بكل شيء بين الرجل والأنثى، وهذا رأيها وهي حرة فيه. أما بما نهتم حلقتنا مشاهدينا، خلونا ننتقل للأخبار الرياضية، ونحن عم نواصل الحديث عن أخبار الليغا الإسبانية. مباراة الأمس لجمعة الفريق الملكي ريال مدريد مع إسبانيول، واللي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء سجل البرازيلي كاسميرو بعد تمريره بغاية الروعة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. ومع هذا الفوز حافظ ريال مدريد على مركزه متربعا على عرش الصدارة، وهي صدارة الليغا 71 نقطة قبل 6 جولات من نهاية الموسم الكروي، فيما حل برشلونة بالمركز الثاني ب 69 نقطة. لهون مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية الحلقة، أنا بشوفكم بكرة إن شاء الله بأخبار جديدة وترند جديدة. ما تنسوا تعملوا فولو على فيسبوك حتى يوصلكم تنبيه لما منكون معكم لايف. باي باي.